يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل في مسألة الهجرة، هل يجب على المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ألا؟ رجل يسأل في مسألة الهجرة، هل يجب على المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ألا يرجع إلى بلاده أو إلى بلده الأصلي الكافر، ولو لأجل المحافظة على صلة الرحم أو لأجل العمل أو للعلاج هناك؟ نعم، المهاجر لا يرجع إلى بلد الكفر، رجوع إقامة واستقرار بعد إذا انقذه الله منها، ولكنه يرجع لحاجة ويرجع لا بأس بذلك. الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة وكانوا يسافرون إلى مكة لحوائجهم ويرجعون إلى المدينة ولا يستقرون في مكة. نعم.